وللمزيد من المتابعه ينضم الينا هاتفيا الاستاذ شريف عارف الكاتب الصحفي. استاذ شريف بعد التحيه، يعني نتابع حتى الان صدى هذا اللقاء، يعني اصبح عاده وتقليدا من السيد الرئيس الافطار مع الاسره المصريه بكل طبقاتها. راينا حديثا مباشرا، راينا اسئله ومشاركه من بعض الشباب والمراه وعدد كبير من المشاركين، راينا كلمات للسيد الرئيس، توسط الشباب في الصوره التذكاريه، تفقد للمعرض. كيف ترى هذا التقليد السنوي في رمضان باللقاء بالأسرة المصرية؟ مساء الخير على حضرتك أولا وعلى كل مشاهديك، وكل عام وأنتم بخير. وحضرتك بخير. أنا أعتقد أن الزيارة التي قام بها السيد الرئيس أمس وتناوله لوجبة الإفطار في حي الأزمرات هي رسالة كبرى ورسالة مهمة لكل مسؤول، وبصفته المسؤول الأول والرجل الأول في الدولة المصرية أعطى المثل والقدوة لكل مسؤول في أن يتواجد بين الناس وأن يستمع إلى قضاياهم ومشاكلهم وحياتهم اليومية، ويتابع كل صغيرة وكبيرة في سبيل قضاء أو تذليل أي عقبات قد تصادف. أيضا أنا في رأيي أن الاختيار كان اختيارا موفقا بشكل كبير في مسألة أن تكون أو أن يكون الإفطار في منطقة حي الأسمرات، على عكس ما كنا جميعا نتوقع من أن إفطار الأسرة المصرية سيكون مثل كل عام يضم كل الأطياف ويتوسطه السيد الرئيس. ولكن السيد الرئيس في هذه المرة فاجأنا بأن يكون الإفطار في الشارع، وفي الشارع هو تعبير عن أننا نستمع إلى الشارع، وكل ما يقوله الشارع لو أننا تبعنا الحوارات التي دارت بين الأهالي وبين السيد الرئيس سنجد أن هناك سعة صدر كبيرة ورحبة في الاستماع إلى تفاصيل القضايا. وأنا في رأيي أنها رسالة كبرى، و رسالة أخرى من زاوية متابعة مشروع مهم وكبير مثل حي الأسمرات، وهو الذي يعني أنه تم نقل الأهالي من مناطق أقل آدمية إلى منطقة منظمة وحضرية تتمتع بقدر كبير من المظهر الحضاري اللائق الإنساني اللائق بالحياة الكريمة. وهنا كان أمام الرئيس مهمة أكبر وهي متابعة ذلك، وهي إشارة إلى أن عملية النقل ليست مجرد النقل ولا تأهيل الناس نفسيا للتعامل مع ذلك، ولكن بقدر الإمكان أن يتحول هذا المجتمع إلى مجتمع منتج. وده شيء مهم جدا حينما ننظر إلى معرض الأسر المنتجة وننظر إلى ما تم تقديمه، وأيضا تذليل العقبات أمام عملية الإنتاج. يعني حديث الرئيس كان فيه أكثر من زاوية، ولكن يعني أنا أرى أن في رسالة مهمة جدا، وهي رسالة أننا لابد أن نثق بأنفسنا. مصر دولة كبيرة وعميقة ولها دور كبير ومحوري في المنطقة وفي العالم بأسره. مصر دولة عظيمة عظمى وكبيرة، وبالتالي مسألة أن نهتز أو نخاف أو نحتسب أو يعني ننظر بشيء من التوجس إلى المستقبل فده شيء لا يليق بحجم مصر، لأن مصر أكبر من ذلك، ومصر دولة قادرة على الوجود وعلى الثبات. ولو أنا كنت عايز أسأل حضرتك، لأن هذه نقطة هامة، النقطة الخاصة بالحرف اليدوية ودعم يعني المشروعات المتناهية الصغر، يعني في لقاءات السيد الرئيس سواء ما رأيناه بالأمس في إفطار الأسرة المصرية أو حتى في أسبوع الصعيد حينما يذهب الرئيس إلى هناك، رأينا أيضا دعم لعدد كبير من أصحاب الحرف والمرأة المعيلة وما إلى ذلك. كيف تجد هذه النقطة في دعم كنواة صغرى
في دعم الصناعة والاكتفاء الذاتي وفكرة تشجيع الصناعات الصغيرة، حتى يعني كل الدول المتقدمة بدأت بذلك، فحينما يكون رأس الدولة يهتم بذلك ومتابعة المعرض بنفسه، هذا تشجيع بالطبع لكل من يعمل في هذه الحرف. يعني دعنا نؤكد على أن هناك اقتصاديات عالمية كثيرة تعيش على الحرف اليدوي، وأن الحرف اليدوية على مستوى العالم تحتل يعني نوع من التقدير، أولا فيما يعرف بالهاند ميد، يعني الحاجات اللي هي مقبولة للبيع ولها اقتصاديات ولها أسواق عالمية، وهناك دول بالكامل تقوم على ذلك. الميزة في الحرف اليدوية أولا أنها تحافظ على التراث والموروث الحضاري للبلد. يعني لما جينا لو نتذكر السيد الرئيس وهو بيتفقد سور مجرى العيون، وقف يتكلم مع الناس عن الورش وعن الأفران الخاصة بعمليات الخزف مثلا على سبيل المثال. القضية هنا أنها أولا سلعة تراثية وسلعة لها قبول وسلعة تستوعب مهنة كانت على وشك أن تندس، ده نمرة واحد. نمرة اتنين أنها تستوعب أبناء المنطقة، وهو ده المستهدف من الموضوع، أن تبقى في اقتصاديات داخلية قادرة على الاكتفاء الذاتي حتى لو المنطقة نفسها، ثم بعد ذلك القدرة على دخولها في الاقتصاد القومي. ولكن بالدرجة الأولى هو عملية الاكتفاء الذاتي داخليا داخل المنطقة. وبالتالي أنا أرى أن اهتمام الرئيس بهذه النقطة هو تشجيع لكل الصناعات الصغيرة. ومصر دولة بحكم تاريخها وبحكم عمقها الحضاري لها دور كبير في عمليات الحرف اليدوية وغيرها، وأن أسواق العالم تشتاق إلى المنتج المصري الذي يتمتع بهذه الحرفية في التراث، سواء النحاسيات أو الأشغال أو المشغولات أو مشغولات المرأة وغيرها، أو زي ما بنقول عليه كده بالمصطلح العام منتجات خان الخليلي. كل هذه الصناعات لها قبول ولها وجود وتمثل مصر وتشير إلى مصر أيضا. نعم، الحوار، وحضرتك ذكرت هذه النقطة، فكرة الحوار المباشر مع عدد من المشاركين، وإن كان ذلك يعني يرجعنا لإطلاق السيد الرئيس أيضا في إفطار الأسرة المصرية للحوار الوطني. الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه يجري هذا الحوار وتحدث وطمأن الشعب في عدد كبير من الموضوعات، ممن تحدث في العديد من المجالات. كيف ترى أيضا هذا الحوار وحرص السيد الرئيس على الحوار بنفسه شخصيا مع عدد كبير من المشاركين والأعمار والفئات المختلفة؟ فكرة الحوار في حد ذاتها هي فكرة ناضجة، فلا تقدم لأي دولة بلا حوار ولا توافق على شيء بلا حوار. والحوار يعني أن نتقبل جميع الآراء وجميع الرؤى، ولذلك أنا أعتقد أن الدولة المصرية بالحوار الوطني فتحت أفاقا جديدة في ليس في مسألة الكشف عن المشكلات. المشكلات على فكرة مدركة ومرصودة بشكل كبير، ولكن القضية هنا في قضية الحوار في حد ذاته، لأن الحوار في حد ذاته يمكن أن ينتج أفكارا جديدة، وأيضا يعطي تمثيلا للفئات التي تقوم بهذا الحوار. فما بالك بالحوار الشعبي، يعني اللي احنا شفناه امبارح ده حوار شعبي، حتى الست البسيطة التي تحدثت عن رؤاها وعن مشاكلها واستمع إليها السيد الرئيس بكل إصغاء. أعتقد أن كل هذه الحوارات مصر في حاجة إليها، تصادر على حريات ولا تصادر على آراء. مصر أعتقد أن لديها فرصة كبيرة في الاستماع إلى كل أبنائها المخلصين، وكل ذلك في يصب في النهاية في مصلحة الدولة المصرية وبقاء مصر. نعم، أنا بشكرك طبعا، شكرا جزيلا للأستاذ شريف عارف الكاتب الصحفي على وجودك معنا.